رجعنا لكم مشاهدينا، وراح نكون متواصلين معاكم في حلقتنا اليوم. وموضوع حلقتنا اللي كان للاعتدال والوسطية دائما في اختيار الأمور، راح يكون معنا ضيفين مختصين اليوم، هم الدكاترة الدكتور عدنان الشطي أستاذ علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية جامعة الكويت، وأيضا الدكتور نايف المطوع أستاذ علم النفس ورئيس مركز السور للعلاج النفسي. نرحب فيكم معنا ونمسي عليكم بالخير. يا هلا مرحبا فيكم دكتور نايف ودكتور عدنان، منورين الأمانة برنامج شباب جول وفعل. يمكن احنا تطرقنا وتكلمنا في موضوع حلقتنا اليوم عن الاعتدال والوسطية، فالوسطية هي الاعتدال، ويمكن نهانا ديننا الحنيف عن الغلو أو التطرف أو التعصب، فياريت ناخذ وجهة نظرك بهالموضوع هذا. شوف، أنا أعتقد إن جدا مهم إن نفرق بين الدين والرأي في الدين، تمام؟ اعتقد اذا عدنا وزدنا قلنا الدين ما ان الدين هو دين الوسطيه، انا فعلا الشخص اللي هو وسطي اساسا وخلقه لما يقرا الدين يشوف الوسطيه، لكن اصابع يدك مو واحده، وكوايد ناس مطرفين خلقه كذا الله خلقهم، تمام؟ فشنو ما قروا بيشوفونه بطريقه متعصبه. فجدا مهم إن من الاساس للشباب وللعامه المجتمع ان نحط هالخط ونقول في بعض الناس يقرؤون هالشيء بطريقة متطرفة، هذا ما هي غلطة الدين، هاي غلطة الشخص أو تركيبته. بس بالأساس وأعتقد من الأشياء المهمة عشان نحمي نفسنا من هالشيء إن تكون أكو قوانين رادعة، إن إذا الشخص تكلم خارج الحدود إن ممكن يضر فيه شخص ثاني، هني هالشيء، لأن هالنوع من التطرف موجود في كل ثقافة في كل دولة. حتى البوذيين اللي معروف عنهم السلام قاعد يبحون المسلمين في ميانمار. نعم. فبالنهايه هذا ما له علاقه في الدين نفسه، هذا له علاقه بالشخص وتكوينته هو الشخصي. اكيد، يعني خلينا نقول في بعض الامور اللي نقدر يمكن نعزز فيها الشخص نفسه ونخليه يوقف عن هالموضوع هذا. اكيد في طرق اخرى يمكن نقدر نتخذها مع هالشخص هذا كرادع. دكتور تفضل. دكتور طبعا، يعني انا لما نتكلم عن دائما اي موضوع نحلله في الجانب الشخصي هو اللي يقرر شنو الوسط وشنو الاعتدال. يعني ما نقدر نحط مصطلح عام. نعم. لهذه الأمور العامة نقول هذا خط مستقيم، اللي يروح اليمين معناها معتدل، اللي يروح اليسار معتدل، هذا مثل خط الاستواء، خط خيالي. نعم. ما في نقطة معينة نقدر نقول. فبالتالي كل إنسان يفسر الوسطية بالطريقة اللي هو يحبها أو بالطريقة اللي إحنا نبيها. هني تأتي دور التنشئة الاجتماعية، تلعب دور جدا مهم إن ما هي السلوكيات الواجب ان نبرزها في مواقف معينه، في مواقف الشده. يعني الدول اللي نفرض اوروبا الان فيها ابداء الراي، ولكن مع ذلك نرى كثير من الاوروبيين يذهبون الى الشرق الاوسط لحمل السلاح او المحاربه مع داعش او مع اي مؤسسه بها. فبالتالي لما ناتي، وهذا جربناه احنا بجوانتانامو مع الاشخاص الكويتيين كانوا هناك، ومع في المملكه العربيه السعوديه وفي بعض الدول العربيه الاخرى اللي في عندهم مثل ما يسمونهم إرهابيين، نجد أن فعلا كيف بروز السلوك المتطرف هو اللي يجب دراسته. السلوك المتطرف مو من قبل سنة موجود عنده ولا من سنتين، شخص عادي ما في شيء، دائما يقول والله هذا كان رفيجي، ما كان، كان خواف، شو قام يشيل السلاح ويفجر وبيقتل ويروح ينحاش ويهرب. أنا أذكر أحد المتطرفين يعني كان يرايح مستسمع، قلنا له تعال نعطيك سيارة، الجماعة قالوا تعال نعطيك سيارة، وهذا تشجع أنه يرجع. نعم. لأن أغروا ببعض المال. فما هو السلوك المتطرف هذا اللي احنا عندنا؟ هذول الأشخاص اللي هم الاستثناء وليس القاعدة في أي وطن كان، في أي دولة، في أي مؤسسة، في أي تكوين اجتماعي، هذول اللي يجب فعل التركيز على دراستهم ليش استكوا هذا السلوك. معناته أن هذا توجه ليس ديني، أنه هو يعني ما يتجه إلى دينه أو أنه يروح يتبع جماعات معينة مثل ما ذكرنا الجماعات المتطرفة، لازم يكون هناك سبب من نشأته البيئية أو التربية أو غيره، لصالح المجتمع اللي هو عايش فيه أو اللي داير مداره، ممكن أنه هو يوجهه لهالشيء. وأيضا هناك ناس تزرع الأفكار السيئة لا شك بهالشيء، تدخلها في الشخص نفسه وهذه وتخليه يتبع. هذه أخطر، هذه اخطر من انه طبعا انك انت يعني تكون نفسك على هالاسلوب، هذا في خطوره طبعا بكل تاكيد. اما انك تلقى مجموعه من الناس يعتقدون هذا الاسلوب هو الصحيح. نعم. وبسرعه يقنعونك
هذا أخطر بكثير من أنك تقنع نفسك. لا شك هذا الشيء يكون مع البعض بالتأكيد من الفئات هذه اللي تكون من جذبة وراء هذه نقول الخدع، الناس هذه المخادعة اللي قاعد تدخل هالأمور هذه داخل أفكارنا وتزرعها بيننا وفي حياتنا، اللي قاعد نشوف الدمار اللي قاعد يتم في هذه الديار، ديارنا العربية اليوم صار فيها الدمار بسبة هذه الأفكار المتطرفة. لو جيت تتكلم عن مع دكتور نايف عن الأمة الإسلامية، هي أمة وسط لا شك بهالشيء، فأي أمة العدل والقصد في كل جوانب الإسلام، ما المطلوب من الجميع لتطبيق هذا الأمر؟ هو شوف، هو بالنهاية لما نتكلم عن تطرف قاعد نتكلم عن مفهوم، نتكلم عن مفهوم قاعد نتكلم عن الناس اللي هم ماسكين راية هالمفهوم، وبالنهاية أي مجموعة فيها ناس في مفاهيم فيها مصالح، تمام؟ أكيد. فأخذها قاعدة إن ماكو شخص عنده فكر معين إلا قاعد يستفيد من هالفكر ماديا ومعنويا والآخري، يعني يجيب لي أي واحد، يعني بالنهاية هاي اللي قاعد يصير. فإحنا لما نتكلم عن الـ عن الـ عن الأمة الإسلامية أجين، يعني أنا بالنسبة لي يعني لما نقول إن الأمة الإسلامية وسطية، القول شيء والفعل شيء ثاني، برنامج القول والفعل صح. صح. يعني إحنا يعني هو بالنهاية الإسلام ما أنا بالنسبة لي ما يتحمل لا الوسطية ولا التطرف. الإسلام هو مفهوم وطريقة الواحد يتعايش فيها مع باقي، هو دين وسنة وماشي عليها. نعم صحيح. بس بالنهاية المفهوم، يعني الناس لما يقولون هذا ما هو الإسلام، أنا أقول هذا خطأ، لأن بالنهاية الإسلام شنو غير إنه واحد يقرأ ويتبحث ويعطي رأي بالموضوع؟ أكو أفكار كثيرة بالإسلام. إحنا هنا نقص على عيالنا نقول ماكو بس طريقة واحدة والباقي لا، هذا هاي خطأ، لأن نعم. بالنهاية قاعد يسوي شيئين، رقم واحد قاعد نجذب التطرف الفكري، لأن قاعد يقول بس طريقة واحدة نعم. واحد يكون مسلم، والشيء الثاني قاعد ينكش الناس اللي والله يبون يعطون لدينهم وثقافتهم بس ما عندهم اللي موجود في كتاب التربية الإسلامية. أنا أقول لك يعني صراحة، أنا نيوني عيالي بعض المفاهيم أخي خرافية، أنا أقول نعم. أقولها الأشياء بكتب المدارس، فيعني بس أنا أقول لهم، يقولوا لي بابا شرايك، أقول لهم بابا عرفتوا أنتم الحين جواب الامتحان لما يصير عمرك 18 إحنا نسولف بالدين. عرف نعم. لأنه هو بالنهاية يعني ما تبي الطفل يحس إنه هو غير عن الباقي فكرا، وبنفس الوقت بتحصنه، لأن أكو أشياء تصير، لأن الواحد بالنهاية هاي علاقة الشخص مع ربه. نعم أكيد بالطبع. يمكن دكتور عدنان من حسن الخلق والفضيلة والقيم أن نكون أكيد معتدلين، وهالشيء هذا وصف يعني توصف فيه بالتربية الإسلامية. نعم. فيعني اللي هي بعد مصدرها القرآن والشريعة الإسلامية، فشنو رأيك بهالموضوع هذا؟ طبعا الآية واضحة، ولا تكن فظا غليظ القلب فانفضوا من حولك. نعم. فهذه أول دلالة. الدلالة الثانية سيرة رسول صلى الله عليه وسلم مع أسرى بدر، إن حتى عمر بن الخطاب كان يريد أن يعني يقتلهم لأنهم هم كفار إلى آخره، فالرسول صلى الله عليه وسلم لجأ إلى الحل الثاني، وهو الحل يعني عجيب الحل هذا، أن يعلمون أبناء المسلمين القراءة والكتابة. تخيل بدال كفار يعني يهجمون بيقتلونك، بسكم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نيتهم مرصود، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بدل ما انه يعني يعاقبهم العقاب الشديد لجأ الى وسيله اخرى، يلا انا افرج عنك اذا علمت ابناء المسلمين القراءه والكتاب. شوف سبحان الله شو العقاب الالهي، استفدت منه تعليميا، يعني انت علمت فئه كبيره من يعني ابناء الاسلام، مو بس التسامح. نعم. انت هاي على ويك يعني على نيتك بشيء اخر عن اللي انا بنيتي، وياي ضدي، ولكن مع ذلك يوم صارت اليد العليا عرفت شلون اتعامل معك. من لا يرحم لا يرحم، هذه من شيء من الدين حتى، يعني هذه اشياء اساسيه شيء من المسلمين. في قصص جميله جدا للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه، بس ما تشوف يعني اكثر من القصص اللي فعلا الهمتني، ما شفتها بمدارس هنا، ما تشوفها، لان هي بالنهايه مثل ما الدين لا قراءته ولا مفهوم مبني على تركيبة العقل، هم المناهج. نعم. فاللي يحط المنهج منه، هل الشخص كان معتدل؟ ما اعتقد. نعم. تمام. فإحنا فهذا الشيء جدا مهم، لأنه هو بالنهاية أنت تبي تمسك الكل، تبي وحدة وطنية، وتبي يعني من غير ما يكون أكو شيء أساس متشدد ويكون. نعم. إذا والله إحنا صح وذولاك غلط، إحنا هني بدينا بالمشاكل وبالفكر الغلط. يعني. صحيح، لا شك بهالشيء، وموجودة أيضا كل شيء موثق مثل ما ذكرت، في عندنا المناهج وغيره، لكن أنت بعد الدراسة لازم أن أنت تكون متثقف، أو نقول داخل في الفقه اللي هو فقه الدين، اللي تعلم الفقه هذا وقدر من أنه يعرف المعلومات هذه الكبيرة في حق ديننا الإسلامي، راح يكون مرتاح أكثر في حياته، وراح يطبق الدين الإسلامي ومعاملته اللي هو الأخلاق
راح تكون موجودة دائما في داخله في المعاملة مع الغير، اللي اليوم يمكن الكثير أو نقول البعض ما قاعد يتعامل فيها، واللي هي الأخلاق ما يحطها شيء أساسي في حياته. خلنا أفاجئك بنقطة، أن معظم المتطرفين هذول اللي يقومون بعمليات للأسف مخالفة للمجتمع أو تأذي المجتمع، ما بيقول مصدرها الدين، أنا أعتقد هذا مبالغ فيه، إن مصدرها الدين مبالغ، يعني حتى لو وعد الدين على الموضوع هم يتعذرون بالدين، أي نعم الشهادة إلى آخره. صحيح. لكن أكبر مصدر وأسوأ مصدر لهؤلاء في التعليم مو بالمساجد ولا حتى بالشيوخ، بالنت. الآن قابلتهم شخصيا متطرفين كلهم تخلوا في هذا الخط القتل والمحاولة التفجير وإلى آخره، كله بالخط بالنتورك. فإحنا ما أقدر نقول والله لا، أنا أعتقد إذا أبي ألوم جهة ثقافية فأنا ألوم نتورك. نعم. لأن هي اللي قاعد معظم الشباب اللي أنا قابلت شخصيا في غيري يعني قابلتهم بدأوا حياتهم الإرهابية عن طريق النتورك. شافوا صور محزنة، مسلمين يقتلون في غزة، مسلمين يقتلون في المنمار، ما أدري وين. حلو. مو عارفين يعبرون. أنه يكون دائما متابع الأمور هذه. ولا ويحطوا لهم تزوم الصور. صحيح. الخطوة الثانية منو اتصل فيه، تعال تبي بيع سيارتك، صارت بيع سيارتك واطلع بالليل بيتكم وتعال قابلني عند المنطقة الفلانية وأنا وديك أحورك أحولك للدولة الفلانية. دول هذا الأسلوب اللي يمشون عليه معظم الريكروتمنت أو توظيف هؤلاء الأشخاص في العمليات الخطرة أو اللي ضد الآخرين. أكيد هذا يعني قاعد نشوفه بالفعل عند البعض. راح نشوف الحين نطلع وياكم إن شاء الله، وراح نشوف استطلاع جدا جميل، وراح نرجع أكيد نكمل ويا ضيوفنا. المشكلة الحالية اللي موجودة عندنا اللي هي مشكلة الطائفية، يعني صراحة المشكلة هذه أثرت على المجتمع وأثرت على المجتمعات كلها بشكل عام، المجتمعات العربية، لكن احنا خلينا نتكلم عن الكويت. المشكلة أثرت هذه، دخلت عندنا في المدارس، دخلت عندنا حتى حاليا أصبحت في البيوت. احنا نقعد كأسرة إنزين، احنا متداخلين، يعني المجتمع الكويتي ما كانت موجودة المشكلة هذه اللي هي مشكلة طائفية. الحين صرنا حتى لما نقعد في الديوانية تجد المشكلة هذه موجودة. فيعني باختصار على أساس ما ندش في العميق، احنا الحلول، لأن هي المشكلة أعتقد أنها راح طائفية سياسية، فيها دول كثيرة داخلة فيها. إنزين الحلول يعني من رجال الدين، من الأسرة نفسها، توعية الأبناء. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للتطرف والتشدد في الدين هذا ما يجوز، نعيش إخوان وكل واحد يحب الثاني، أنت ساعد كل واحد يشيل الثاني. إذا راح نرجع الطائفية ما راح ننهض بالبلد، ولا راح نعيش في أمان، وكله في مشاكل، وكله ولا راح يزدهر الاقتصاد، ولا يعني ما راح تطور نهائيا. كل شخص يحمل جنسية كويتية يساعد الثاني، ما عنده الأشياء والله، هذا من جنس فلاني ولا قبيلة فلانية ولا طائفة فلانية، هذا مرض، والمرض هذا لازم نقضي عليه، وعشان شبابنا والجيل القادم يعيش في أمان وفي خير وفي محبة. أول شيء أنا رأيي في الموضوع إن هناك أكو دور كبير حق المساجد، لازم يقومون فيها الدور هذا. ودور المساجد كون بالأخص يوم الجمعة، يوم الجمعة كل المسلمين يجتمعون فيها في المساجد، فهذا دور إمام المسجد. فهني عليه أن يحث على الوحدة الوطنية، على يعني عدم التفرقة بين المسلمين، لأن هناك ناس فيهم مرض، هذا المرض مفروض ينزع عنهم. احنا كنا مجتمع كويتي متآلف متجانس منذ القدم، ليس لنا توجه ولا تطرف لفئة أو لطائفية معينة، فكنا متجانسين ومنسجمين مع بعض. ولكن حالياً نحن نرى بأن الطائفية زادت عن حدها، وصار في تطرف زيادة عن اللزوم. فأنا أناشد رجال الدين بالتوجه المكثف للشباب بالنسبة لرجال الدين ووسائل الإعلام، منها التلفزيون والصحف والإذاعة والتربية، لا ننسى دور التربية واللي هي تضم شريحة كبيرة من شبابنا، بناتنا وشبابنا. وهذه الظاهرة إذا استمرت راح تكون وباء، مو بس ظاهرة، راح تكون وباء. والوباء إذا دخل في المجتمع راح يكون المجتمع هذا في انحطاط، وإحنا لا نتوجه ولا نبغي الانحطاط في مجتمعنا. نحن دائما
نحاول اننا نرتقي ونزدهر بشبابنا، ما نبي ندمر شبابنا يا جماعة، لا للطائفية ولا للتطرف رجاء. وعاشت لنا الكويت. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد ما شفنا الاستطلاع، وبالتأكيد وياكم ويا دكاترتنا اليوم شرفينا وموجودين معانا، شفنا الاستطلاع هذا اللي مع طبعا بعض المواطنين اللي موجودين في الأسواق وموجودين هنا في بلدنا، فتناقشنا معهم فيما يخص موضوع التشدد. فايش رأيكم في هذا الاستطلاع؟ راح ابتدي مع الدكتور عدنان. طبعا العجيب بالاستطلاع انه عفوية المواطن الكويتي. نعم. لا احنا من طائفه واحده، احنا من ربع وجماعه، ويعني العفوي عشان الاشخاص اللي يفكرون بالتطرف يشوفون هذا المواطن اللي قاعد طالع بالتلفزيون هذا ما يستحق ان احد يؤذيه او يعذبه او غلط عليه ولا على عياله. صح. هذا المواطن الكويتي العادي، فانت اذا تفكر انك تاذي احد مالك حق تاذي هذا المواطن اللي شفناه، فعفويتهم جدا روعه. انا اعتقد كلهم حبهم لانفسهم للاخرين. نعم. للوطن واضح، فبالتالي بالعكس انا اعتقد ان بهذه الرساله البسيطه المباشره العفويه نوصل رساله للجميع. اكيد بالضبط. ان لا ترى انتبه، لا تاذي اي شخص بالفرد، ما يسوى. عندك تبي تعبر عن رايك عبر. نعم. لكن لا تعبر باستخدام حتى عقال بعد، مو ونعال نيديه بعد، مو خبز. اكيد تكلم. أكيد هذه الآراء، يعني أنا سمعت يمكن دكتور نايف بعض الآراء اللي عجبتني بعد اللي بقوة يمكن طلعت، لا للطائفية لا للتحيز، وحبوا بعض، إحنا كلنا يعني على قلب واحد. فشنو رأيك بالاستطلاع اللي شفناه مع المواطنين؟ يعني مثل ما قالت فضل دكتور، شيء وايد عفوي وايد حلو. ولما نتكلم عن دور المساجد أنا أعتقد كلامهم صحيح، لكن هو بالنهاية الأمريكان يقولون أنت تحصل اللي تدفع له، you get what you pay for. فشنو المستوى اللي قاعد يتكلمون في المساجد؟ يعني هاي من الاشياء اللي جدا انا اقدر اقول لك انا كشخصيا وما عندي مانع اقول هالشيء، كذا مره وقت الخطبه اطلع برا المسجد ما بسمع الكلام صراحه، كل انا عيالي رادعهم، انا ما اخذهم الا لما اتاكد من نوع الشخص اللي راح يتكلم. لان هو في اشياء جدا حلوه في الدين، انت شو ممكن تكون احسن شخص ممكن تكون، شلون ممكن الرسول يكون لك قدوه الى اخره. بس لما ندش بالسياسه وندش باليهود وندش بالمسيحيين وندش يا اخي، اذا انت نوعك شخص تكره خليك ببيتكم احسن لكم، ما بيسمع عن هالكلام هذا، وماني يعني مستعد اخذ عيالي عشان يسمعون هالسموم. وهذا دور كبير للدوله بهالشيء، يعني بالنهايه الناس اللي قاعد يدشون اللي قاعد يكلمون عيالنا من هم ايش قاعد يقولون ومن اللي قاعد يطلع خارج المنهج اللي محطوط. يعني ما قاعد اقول نقيدوهم، بس اكو اشياء وايد حلوه في الدين مو لازم ندش بالكراهيه. نعم بالفعل. نعم بالتأكيد. أيضا أنا يعني من طرفي ومن مكاني اليوم هني في هذا البرنامج أشكر وزارة الأوقاف صراحة مشكورة على يمكن اللي قاعد توفره ومتابعتهم في المساجد وما يدور في المساجد، من نقول الخطب وغيره، كل يمكن مسجد قاعد نشوف اليوم الخطب هي موثقة ومكتوبة لكل صلاة خصوصا أيام الجمعة. لكن بي حق الدكتور نايف إذا بتكلم معاك، إن المسلمين كلهم يمكن واحد مو يمكن كلهم أنا قاعد أقول لك إن الناس كلهم مجمعين المسلمين يعني عند الله سبحانه وتعالى واحد. أكيد. كأسنان المشط يعني هم ماكو فرق عند الله بين عربي وأعجمي، ماكو إلا بالتقوى بالتأكيد. ليش وصل البعض اليوم إلى الغلو والتعصب بالطرح والطعن في بعض، كل واحد يطعن بالآخر؟ شوف إحنا لازم نكون لما نتكلم عن البني آدم نتكلم عن بالنهاية في عنده أشياء معينة يسويها. يعني هو بالنهاية لما أنا أكون عندي نوع من اللي في بعض الناس يجذبوني وبعض الناس أوخر عنهم، هذا شيء طبيعي. أكيد. تمام. لما يكون هالشيء مبني على تصرفات البعض، والله هذا فلان باق مني فما راح اقعد معاه، هذا كذب عليه، فهالنوع من الرادع اللي موجود عفوي يعني فينا داخلنا شيء يعني ما في شيء. بس المشكله وين تكون؟ احنا هم كبني ادم نحب مساحتنا، نحب يعني احنا فرضا معروف عنا ان لما نحارب ناخذ اراضي بعض يعني كتاريخ كبني ادم. نعم. تمام. فاحنا لما نتحارب على اراضي قاعد نحارب على ارض، على خط في الارض. نعم. تمام. بس لما ندش بسالفه الطائفيه وحروب لها علاقه في الدين والاعتقاد وهذا، احنا قاعد نتكلم نفس الحروب لكن حروب خط في الهواء. تمام. لما انت تتكلم عن شخص خذ تعدى حدوده وحدود ارضيه ممكن تقاس. نعم. زين، ممكن مثل ما الغزو القاشم يا وردوهم هذا حدودنا. بس لما نتكلم عن حدود دينيه من يقيسها وشون تقاس، ومثل ما تفضل دكتور شنو المعتدل ومو معتدل، هني المشكله. فاحنا يعني هذا شيء بديهي في ان احنا نحب فرضا هالناس نحبهم هالناس ما
هذا شيء طبيعي. بس لما يكون مبني على أشياء مثل الدين أو اللون أو الدولة، هني المشكلة. أكيد بالطبع. يمكن الواحد كثر ما يقدر يحط باله أن كلنا أكيد سواسية وماكو فرق بين أي شخص أو شخص آخر، بس قاعد نشوف دكتور عدنان يمكن أن التربية الإسلامية والعلماء المختصين بأمور الحياة يأكدون أكثر شيء على ضرورة يمكن الاعتدال والطرح والوسطية بكل أمور الحياة، خلينا نقول مثل العلاقات يمكن بالمجتمع وتعامل بين الناس وتقبل الرأي الآخر واحترام الآخرين، فشنو رأيك بهالموضوع هذا؟ يعني أنا طبعا من مؤيدين الإنسان له الحق يتكلم بلا حدود، حرية الرأي، حرية الرأي مكفولة حتى لو في كلام ما يعجبني أنا وما يعجب فلان وما يعجب فلان. أنا أعتقد إذا جينا ضغطنا على البشر وقلنا لهم ما تتكلمون أو الكلام هذا حدودة، لك الحق تتكلم كذي وما لك حق تتكلم. أنا أعتقد قاعد أقول حق بعض الناس، يجوز 90% من الناس حتى لو تقول حددك أو هذا خط اليمين عند فضل دكتور يمين واليسار تكلم في المجال هذا بس، يجوز يمشونها، لكن الآخرين ما يمشونها، يلجؤون إلى طرق متطرفة أكثر من الطبيعي من المقبول. فأنا من مؤيدين يا جماعة خلينا نتكلم، يعني الحروب قاعد تشن في كل دول العالم. أخذ اسكتلندا مثال جيد، يبون ينفصلون، فالاسكتلنديين بعضهم ينفصلون بعضهم ما يبون. ملكة بريطانيا بطولها وعرضها راحت اسكتلندا وتقنع الاسكتلنديين تكفولة تنفصلون، ما دزوا الجيش البريطاني لسكتلندا واكتسحها وتعال بالحوار ويا وصوتوا، عقب ما صوتوا خلصوا 56 مقابل 49 خلاص راضين. حتى سكتلنديين نفسهم اللي يبون الانفصال هو 49% قالوا خلاص راضين احنا. ممتاز، هذا شيء حلو، حلو تقبل رأي الآخرين. أكيد الأكراد قاعد يحاربون يشيلون السلاح، صار مستيب تركيا بالانتخابات الأخيرة ادخلوا بالكلام وبالحكي خذوا نسبة حلوة بالأصوات، كل واحد يأخذ حقه دكتور. أكيد بالحوار بالتعبير عن الرأي. نعم، بس ما نلجأ مثل ما الأسف ما صار باليمن، وأنا تكد السلاح وتعطق خيرك عشان تحرر أكتسح. هذا ما تبقى من القبلية اللي فينا. نعم، من داحس والخبراء خليني أقول لك. وأنا حقيقة أؤمن إن إحنا جزء من سلوكنا وراثي، يعني مو وراثي بمعنى بجيني، الوراثي الثقافي، إن إحنا من 1000 سنة أو 2000 سنة نعتقد إني عشان أقنع هذا لازم أقصر قبته، ما إذا قصر قبته شقنع. من صايرة هذه مع البضعة في 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 يمكن طريقة الطرح أو طريقة الأسلوب أو الحوار. وهذا بدر للأسف يتسرب إلى بعض الناس. نعم، وإحنا هاي شفناها، إن الطريقة اللي أقنعك إن يكسر راسك. نعم، غير ذلك ما يصير. إذا غيرنا هذه الثقافة، هاي الثقافة ترى مو موجودة بالإسلام بس، ترى موجودة في مثل ما تفضل كل الديانات، في البوذا. أنا أتذكر في أحد المؤتمرات المسيحية، مؤتمرات ضد الإرهاب في إيطاليا من حوالي 4 سنوات في سيوسان، قلنا لهم تقولون الإسلام مكتوب بالقرآن إنه أقتل ما أقتل. يا أخي في العهد القديم عندكم في كتاب العهد القديم القتل الآخرين أضعاف مضاعفة للإسلام. نعم، التوراة اللي هي، فبالتالي ما نقدر نقول لأن عندنا مبدأ جزء من حياتك. كل الدساتير محطوة جزء الدفاع عن النفس، كل الدساتير في العالم اليوم فعلا. حتى الدستور الأمريكي يعني ما نقدر يكفي اللي هو الحرية والدفاع عن الشخص. النفس والى آخره. صح، فإحنا نقول تعال إحنا لازم الرب يجي لنا. خليني أقول لك في قصة يعني اسمح ليها طائفية. اتفضل. أنا عندي صديق حبيبي عدل شطي وشيعي. نعم، زين، فيقول لي انا توهقت عدنان اذا رحت معاكم انت السنه، قال له مالك شغل في هذا شيعي، اذا رحت عند اهلي ما عليك من هذا انتباع للسنه. هذا فعلا بس هذا بشيء يمكن قاعد يصير مزحه، احنا قاعدين نشوف في كل بيت لا لا دكتور. لا، هذا يدل على انه فعلا احنا بالوطن في عندنا مشكله طائفيه. هذه ليش احاسب الانسان على اساس انه سني ولا شيعي لما ابي رايه هو انسان؟ نعم صح. فهو يقول لي، قاعد يقول لي يعني حبيبي وعزيزي وبالمذهب مختلف عن مذهبي وبالعكس ربع، فهو قاعد يعبر عن نفسيته لي، يقول انا توهج. صح نعم، بس تدري شنو بس دكتور تدري شنو يمكن الموضوع اللي الحلو في حياتنا هنا في وطننا بالكويت؟ الحلو ان كل بيت دكتور او اغلب البيوت قاعدين نشوف فيها شيعي وفيها سني، المكس موجود طبعاً في حياتنا، وقاعدين نشوف ما عندنا احنا المعتقد هذا، وهذا الشيء الجيد والقوي اللي مقوي ترابطنا ومو مخلي احد يدش علينا بافكار خارجيه انه هو يخرب ما بيننا. فعندنا الطائفيه القبليه، عندنا الامور هذه كلها، كلنا ايد واحده. معشتي هاي جزء من ان احنا نخفف من الطائفية الموجودة دار برا الكويت. نعم، ما نخلي يدخل الكويت، بأن نفتح المجال حق الجميع. تعال جماعة، نعم، أنا عندي فكر وأنت عندك فكر،
تكلم معي عن فكرك، كلمك عن فكري بس ما اهينك ولا غلط عليك. بالفعل اكيد يكون لازم احترم فكرك مهما كان معاجبك. نعم بالفعل يكون في احترام اكيد بين الشخصين، ويقدر واحد كثر ما يقدر يدش ويعبر عن حريه رايه، ولكن في حدود معينه يحط بباله الاحترام اكيد، وانه ياخذ راحته بس ما يدش بامور يمكن فيها تحيز اكثر. دكتور نايف كنا بقلبك حاجه وبغيت تقول. لا لكن كنت بضيف شيء بس انا من الاشياء اللي اسويها غير تدريس كليه الطب انه يعني وايد ندعي نعطي خطابات. فواحد يعني اقدر اقول شهر 5 اللي فات كان في امريكا في واشنطن، وكان القيادات الامريكيه موجوده وغيرهم، واعطيت خطبه في البدايه عن لما نهيت الخطبه كان عن التطرف والعنصريه وكذي. فنهيت قلت لهم كم واحد فيكم انتم قاري كتاب ذا كاتشر ان ذا راي، قصه اذا انت منهجك كان امريكي قريتها. نعم. فانا عارف في الكتب عيده تمام. قلت لهم كم واحد فيكم قتل باسم هذا الكتاب؟ وضحكون. لما خلص الضحك يقول انتم ضحكتوا. بس يوم 9/12/1980 مارك ديفيد شابمان قتل المغني جون لينون، وكان معه نسخة من هالقصة. نعم. وقال حق الشرطة القصة هذه دفعتها أن يقتل. وبعدها بسنة جون هينكلي حاول يقتل رئيس ريغان، هم كان معه القصة. فالسؤال لهم اللي تشوفيه بويكيبيديا فوق 60 مليون نسخة من هالكتاب انباع. نعم. لكن بس في شخصين تطرفوا عنه وانحرفوا. نعم. فقلطت من؟ قلطت الكتاب نفس أو قلطت الشخص اللي يعتقد ان الكتاب كان قاعد يكلمه والكلام موجه له شخصيا؟ نعم. فمو لازم اذكر كتاب اي شخص، لا قران ولا انجيل ولا توراه، ولا لازم اذكر المطرف، لان بالنهايه اكو اشياء موجوده مزروعه فينا احنا كبني ادم. الفكره ان في كتاب ولازم نمشي على تعاليمه بالنهايه، عشان كذي في اديان. ومثل ما الدين ممكن يعني ان واحد يتطرف، لما يتطرف الشخص هو كان مطرف قبل ما قبل ما شاف الدين. فهذا صح. الشخص ما له دين اصلا، شاف قصه مو يعني حتى كتاب دين، وعلى مبني على القصه راح قتل. هذا دكتور شيء يمكن بداخل نفسه، هو يكون نزعه الشريره هذه الموجوده داخله، فيمكن يطورها في 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 الامر هذا في قراءه الكتب او شيء، ويحسبها على نفسه بان الكلام موجه له ويمشي فيه. لكن اذا بي هم ايضا عندك برجع لك دكتور نايف، بتكلم عن النقد البناء، هو احد اساليب التربويه بالتاكيد الراغيه في تنفيذ الاراء وذكر المحاسن اللي طبعا لتثبيتها والبناء عليها وذكر الاخطاء لتصحيحها وتقويمها. إذا نتكلم نتكلم عن العنف، فش رأيك بشكل عام بهذا الموضوع في الكويت؟ شوف يعني بشكل عام أنا أتكلم عن الكويت. لا طبعا نعم. بدام إحنا هذه ديرتنا وبالنهاية نعم. هاي جمهورنا، يعني إحنا يعني ما في الدولة، أي دولة أي شعب أي بني آدم يحتاج استقرار تمام. وإذا إذا 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 في إذا في قانون وقانون يطبق فأنا أحس بأمان. نعم. تمام. بس إذا قانون ما يطبق، وإذا فوق هذا أساس الناس اللي المفروض يطبقون القانون اللي هم الداخلية، ما فرضا أشياء بسيطة. نعم. دش المطار شو قاعد يدخلون الشرطة؟ إنزين قانون شون؟ فأنت قاعد تسمع أنا شيء بسيط، يعني شنو السيجارة عادي، بس ما هي عادي، لأن إحنا قاعد ندز لنا رسالة إن ترى الدولة ما هي آمنة، حتى رجال الأمن ما يمشون على القوانين. هاي الحين قاعد تغير. نعم. الحمد لله. بس هاي من الأشياء اللي تربي العنف، يعني أي طفل يتربى فرضا بأسرة ان كل شيء ان شيء يكون عادي عادي عادي، وعقب ما ساوى 7-8 مرات يا الاطراق على نفس الشيء اللي كان عادي عادي عادي. نعم. هذا يطلع العنف بالاطفال تمام، لان الدنيا ما هي ما هي ما هي ما هي امنه. نعم. في نفس الشيء اذا احنا فرضا رحنا من ما نطبق ما نطبق ما نطبق بعدين نطبق 1000% ما ينفع يا اخي. يا يعني فرضا احنا قاعد نتكلم عن التدخين، بس ما عليك من التدخين. نعم. بس كفكره يا قولوا التدخين مو ضد القانون تمام، يا منعوه وركزوا على بس ما يصير نقول ضد القانون وبندخن، لان هذا راح هذا من احد اسباب العنف والعصبيه في اي مجتمع، لانه قاعد يقول لك انه الدوله مو امنه، واذا انا ما عندي كتاب او دستور امشي عليه ان احس بامان، شو يصير؟ من اللي قص علي؟ نعم. تعال عندي انا كتاب ثاني، تعال حق الدين، هذا الصح وهذا الغلط، ما عليك ما يفهمون هذولي. نعم. فعندك الدول اللي فيها التطرف الديني ما فيها تطبيق. نعم. قانون. اكيد بالفعل. يمكن دكتور عدنان ما شاء الله الحديث شيق وياكم، وبندش شوي على موضوع التواضع. التواضع شيء حلو، يمكن اكيد هو سيد الموقف في كثير من الاحيان، لانه يقلل من عصبيه الواحد ويقلل اهم شيء من التكبر والغرور، ويعمل يمكن على تصعيد اكيد المشاحنات، واللي يمكن بدورها تعمل على خلق المشاجرات بين الاطراف الاخرى والامور خلينا نتكلم فيها الغير متوقعه. فالواحد كثر ما تواضع كثر يمكن ما تخطى كثير من الامور بحياته، وابتعد عن المشاكل والمشاحنات اللي يواجهها. فشو تعليقك على هالموضوع؟ طبعا التواضع احد السلوكيات البشريه الموجوده،
وصرح المجتمع العربي يعني المفروض يكون احد سلوك يعني دائما يفتخرون واحد من الشخص متواضع. نعم. يعني مهما كان منصبه او مركزه ما يتعالى على الناس. نعم. هذا السلوك القديم. الان السلوك الحديث التواضع اصبح سلوك عند خصوصا الكثير من القياديين ان السلوك سلبي، في حاجز على ما توصلني. يعني ذاك اليوم انا شو اسمه بدخل على احد القياديين. دكتور انا ما ابي اقاطعك، راح نكمل معاك الحوار، لكن راح نطلع هذا الفاصل ونرجع نكمل حوارنا معاكم، خلكم معنا مشاهدينا. طبعا بعد هالفاصل نرجع ونكمل اكيد حديثنا ويا الدكتور عدنان، ونتكلم نرد على موضوعنا، موضوع اكيد التواضع وهو سيد المواقف، والواحد لازم يتواضع كثر ما يقدر مهما كان منصبه، لانه بالفعل يمكن التواضع راح يمحي كثير من الامور او المشاحنات اللي راح ندش فيها. فنرد نعلق على الموضوع نفسه. طبعا اسلوب التواضع يعني سواء انت نفرض يعني وايد كبروني انا دكتور، دكتور بعلمك مو بسلوكياتك. نعم. سلوكياتك بشرية، لازلت انت انسان، ولد فلان، زوج فلان، ابو فلان، يعني فلي ما تفاخر على الناس بعلمي، ولكن اي نعم انا عندي علم مثلا اذا دكتور، او اذا انا رجل اعمال اوكي عليك بالعافية، عندك همشة فلوس اكثر من غيرك، هذا تفتخر فيه او تشتغل فيه، لكن مو معناه اني انا اتكابر على الاخرين بسبب ان عندي نوع ميزة مختلف عن الاخرين. فما يعطيني الحق أن يتفاخر على الآخرين في هذا الشيء. فالتواضع دائما يعني السلوك أنا أعتقد بشري، خصوصا مع يعني علماء الدين. أعتقد أن علماء الدين لما يأتون يتواضعون في علمهم مع كافة البشر يوصلون دينهم بالطريقة الطيبة، يعني الخطباء المساجد فعلا، شيوخ الدين اللي يسمعهم بالراد وبتزوج، كل ما قاعد يتكلموا مع الناس بمستوى الناس وبعقلية الناس حيأثرون إيجابيا أكثر في استقطاب الناس الى السلوك الطيب، السلوك المحترم. ولكن اذا حدث ان في حاجز بيني وبين الاخرين، انا انهيت مهما كان عندي من ميزه، سواء انا تاجر، سواء انا صاحب علم، سواء انا صاحب ميزه معينه، انهيتها خلاص. بما يخص دكتور موضوعنا التواضع اللي تكلمنا فيه معاك، يمكن في مقوله تقال اللي هي من تواضع لله رفعه عزه، فهذا الشيء انه يقربك من الله سبحانه وتعالى. الله ما يحب المتعالين والمتكبرين، لان هذا ما هو اسلوبنا كنا بشر. صحيح. فاحنا اليوم قاعدين نشوف وايد من الناس او البعض من الناس يتعامل مع الغير بانه هو متعالي مثل ما ذكرت، وغير متواضع، تلاقيه يقول لك انا الافضل، انا الاحسن، انا اللي عندي وما عند غيري، انا اللي عندي هذا الملك، مايا وما جاء الا عندك الا بفضل الله سبحانه وتعالى، بانه تفضل عليك بهذه نقول الحياه الكريمه، ويمكن ميزك فيها عن الغير. لا تتعالى بهالشيء هذا، وكن متواضع في نفسك بداخلك، متسامح في نفسك. فيما يخص التسامح راح ارجع مع دكتور نايف اتكلم عن التسامح بعد ما خلصنا من التواضع. هي طبعا بالتاكيد صفه جميله تكون بيننا اليوم، هذه صفه الرحمن الله سبحانه وتعالى اللي هو المتسامح الغفور الرحيم. ولكن التسامح فيما بيننا، كوننا بشر اليوم نخطي ونغلط ونتعلم من خطأنا، لكن هني منو فينا القوي اللي يقدر يسامح ويكون متسامح مع الغير او فيما من اخطا في حقه؟ فرايك في هذا الموضوع؟ شوف احنا يعني انا يعني تقريبا نص الحالات اللي تيني لما اشتغل معهم اشتغل بشيء يسمونه العلاج السلوكي الادراكي. نعم. تمام. ومعظم الاحاسيس اللي السلبيه الغير يعني الغير صحيه مثل العصبيه والاكتئاب والتوتر ناتجه عن نوع من اذا ممكن نتكلم لغه التسامح ان او التكابر، ان المفروض الشيء ما يكون كذي، لازم يكون كذاك. لما انا افكر بهالطريقه انا اعصب، اكتئب، اتوتر. فهي اساس الشيء التقبل، انه يا ريت الشيء ما كان كذي، ودي لو ما كان كذي. نقلل الاحساس بس عن طريقه اعاده تركيبه الفكر، لان ماكو لو كان هالاحساس هذا بعدم التسامح كان خلى الشخص، لو الشخص المتعصب كان مرتاح تمام، يعني اساسا ما يكون متعصب. فالفكره هي التسامح يعني جدا مهمه، مو بس حق الناس الثانيين، حق انت كشخص. لان انت اذا ما انت من النوع اللي متسامح، انت راح تضايق نفسك بالنهايه، وانت اللي راح تاكلها. لان بس بالنهايه اعيد الكلام اللي قلته بالاساس، الشخص اللي ما هو متسامح عاده في اجنده وراها وفي مكسب. يعني اقول لك فرضا في امريكا اكو خمس اشخاص مولوا تقريبا 10 ملايين دينار 40 مليون دولار من سبع عوائل، وشغلهم الشاغل يكرهون الامريكان بالاسلام.
منهم هذه تو سويت رسمة الرسول صلى الله عليه وسلم في تكساس اللي صار عليه ضجة واثنين ذبحوا. نعم صح. هي منهم وهي من الناس اللي هم تكلمت عني أنا، ثلاثة منهم تكلمني عني، بس لأن هما فعلا متعصبين وضد الإسلام، لكن في تمويل، في أحد قاعد يدفع لهم مبالغ كبيرة عشان يأخذون هالشيء. وأنا أنا متأكد إنه ما راح تلقى قيادي غير متسامح قاعد يسلط الضوء على ما على 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 الآخرين يقول عنهم مو زينين وأنا أحسن، إلا وراها فلوس، لأن ماكو أحد منا لله بس بيقعد بيترى الناس. هذه مشكلتنا دكتور، هذه مشكلتنا اللي قاعد تصير ونعاني منها، بأن في ناس توقف مع ناس ضد ناس، ولكن لأجل مصالح شخصية وشخصانية داخله، بأنه أيضا يدعمه بالمال أو غيره، يشوف شو اللي ناقصه، شو اللي ناقص الشخص هذا اليوم أنا راح أدعمه فيه، بس خلك ضد أو خلك معه على الفكر اللي أنا بيه، توجه أنا أرسم له إياه بس هاي موجود عليه. إيه بس هاي موجود في العالم كهذا، ما هو شيء بالعالم الإسلامي أو صح. بالعربي هذا شيء بشكل عام. صح بشكل عام جنرال. فاحنا عشان نشوف هالشيء يعني في امريكا يصير ومعروف، وحتى سلسله الفلوس راحت من حساب كله موجود، اكو تقرير ممتاز اسمه فير انكوربوريتد، ان هي اللي بيسكلي شركه الخوف اللي قاعد يخوفون الناس على المسلمين. نعم. احنا عندنا الناس هنا نفس الاوادم، يعني شكلهم غير بس نفس الاوادم عندنا هم هنا، تمام. نعم. بس هنا لو نتبحث زياده ونشوف وين الفلوس جايه من وين، وين رايحه، من قاعد يكتسب، اكيد هالشيء يعني ينكسر شره يعني بالفعل يحط يمكن باله كثير من الامور اللي بالفعل واحد يمكن يفكر فيها. بس لو نرجع نتكلم شوي مع الدكتور عدنان ونتكلم ان احنا كلنا انخلقنا اكيد مختلفين والناس مختلفه، ما في احد يمكن شخصيته نفس الشخصيه الاخرى او راي مثل راي غيري، فيوجد في بعض الاختلاف بين البعض. بس شلون نقدر يمكن نخلي الاحترام يسود بين الاطراف الاخرى، خصوصا اذا كانوا مختلفين بين بعض؟ انا اعتقد في الكويت لازم نعلم كل انسان، وهذا حتى انا نعلم في كلاساتي، انك انت كويتي اولا. نعم. عدل انت مثلا انا كدكتور جامعه، ليش دكتور جامعه؟ لاني انا شطي؟ لا، لاني انا كويتي. صح. بما اني كويتي درست الثانويه واعطوني بعثه لاني كويتي، وسافرت لاني كويتي، وتوظفت في الجامعه لاني كويتي. الطالب اللي عندك بالجامعه ما دخل الجامعه لانه من القبيله الفلانيه او الطائفه الفلانيه، لا هذا كله خرافه، لانه متميز في دراسته. نعم. لانه جنسيته كويتيه يقدم طلب حق الجامعه يلتحق، اذا جنسيته كويتيه يقول له مع السلامه. فانت ولائك للكويت لانك انت كويتي فقط، ما تشتغل الا لانك كويتي، ما تروح الجامعه الا لانك كويتي، كلنا هنا قاعدين عدل لان احنا كويتيين بالاصل، مو لان ولد مطوع ولا ولد بنت الكندري ولا ولد الشرطي، لا هذا كله هذا تعرف المصف الثاني والثالث. أكيد. فاذا احنا علمنا عيالنا مهما من وين جيت او وين بتروح كيفك، بس انت اخذت هالفيزات كلها وتعيش في البلد، من بيت، من شغل، من تعليم، من سياره، من اب، من ام، لك كويتي. هذا للاسف احنا فاشلين فيه، فاشلين فيه على المستوى الحكومي. من اي ناحيه يا دكتور؟ ان احنا ما نعلم عيالنا شنو معنى انا كويتي. نعم. بس ليش مو موجوده الحين كل واحد قاعد يقرص الغياب؟ لا 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 عفوا. ان انت كويتي تحب هالشيء؟ لا عفوا عفوا، انا خالفك الراي. احنا نعم. احنا التنشئه الاجتماعيه عندنا بالكويت، انا اتكلم علميا. نعم. عدل؟ وانا اتكلم لاني كويتي ما اتكلم لاني انور. التنشئه الاجتماعيه بالكويت عندنا امانه على مستوى المؤسسات، ما الدكتور يعيدني، للاسف ضعيف جدا جدا جدا. يوم نتكلم عن التواضع، احنا الكويتي ما نعلم عيالنا التواضع اصلا. حلو. يعني اقدر اقول لك مليون سلوك، اخذ برنامجي انا يعني كان عندي برنامج 6 شهور في الراديو، اسمعه اسمع شنو ما في تواضع بالكويت، يعني نسبه التواضع جدا منخفضه. قول البعض يمكن البعض. لا اقول شيء، خليني اكون علمي معك، ما ابي اجامل، حتى تبيني اجامل تبيني علمي. علمي علميا مستوى التواضع، انت لما تركب الاسانسير. نعم. عدل؟ الكويتي كلهم عارفين الكبير قبل الصغير. فعلا. تعال ركب الاسانسير في الجامعه وانا راكبه 50 مره. نعم. الطالب ما يفكر ان هذا شايب ولا هذا دكتور ولا هذا شو اسمه، لا طلع قبله ودخل قبله. دكتور تمثل نفسه يعني، والله تمثل نفسه. لا لا لا, لا, لا مو واحد ومو اثنين، انا اتحكي عن مجموعه طلبه، ما اقول 100% من الطلبه، انا اقول 30% من الطلبه. نعم. وهذه نسبه عاليه عندنا في احصائيا في العلم، نسبه عاليه 30% من الشعب يمارسون سلوك خطا. نعم. حتى 10% خطا، اعتقد الدكتور يعيدني في هالشيء. لا شك بهالشيء، ان خليت خربت الدكتور اكيد في ناس كذي. لا كل واحد بدر، فاحنا التنشئه الاجتماعيه في الكويت للاسف ضعيفه امانه. يعني حتى احنا ايام اول كنا قشامه، من اللي ربينا العتبه لما تطلع برا الباب. حلو. اذا سويت شيء غلط وجيرانك بيقول لك غلط، ولد عمك يقول لك غلط، الكل يربيك. احنا بالكويت اليوم من عندك يربيك. حلو. لما يطلع برا الباب من يقول لك ترى انت غلط؟ تكلمنا عن التدخين. صحيح. نعم. عدل؟ والله الدكتور عندنا شرطي حق يتهاوش معاهم، تقول ما يدخنون.
الدكتور نايف ليش تقول ما يدخنون؟ يضحكون عليك، انت قاعد تنشئ جيل. فبالتالي هذا جزء من المشكله، مو المشكله كلها. فاحنا لما يعني نعمل تنشئه اجتماعيه يجب على اساس علمي دقيق وعندنا اهداف نوصل لها، ما هو المواطن الكويتي. نعم. هذه مهمة جدا كان يكون انتمائي نعم. للوطن. نعم. أكيد هذه رسالة جدا جميلة أكيد من الدكتور عدنان الشطي والدكتور نايف المطوع، قواكم الله على وجودكم للأمانة، أمتعتونا أكثر وأكثر من خلال الحديث، وإحنا دمجنا وياكم واستفدنا أكيد وياكم كثير من الأمور. وهذه رسالة جدا جميلة يمكن من دكاترتنا المبدعين والمميزين، فإن الواحد أكيد يحط بعين الاعتبار كثير من الأمور، خصوصا النصائح الذهبية اللي قدمها بعد الدكتور، يمكن كان ختامها مسك وياكم. فنتمنى من الكل أكيد كثر ما يقدر يحافظ على نفسه ويحافظ على غيره ويحترم غيره، وأهم شيء التواضع والتسامح أكيد بين الآخرين. يعطيكم ألف عافية. يعطيكم ألف عافية، نشكر وجودكم معنا اليوم. يمكن خذينا بالكلام بالكثير عن نقول التسامح والتواضع، وعن نقول غرس الأمور اللي هي متطرفة اللي قاعد ندخلها في أفكار العديد من فئات مستهدفة لقرض مصلحة معينة أو لبث سموم أفكار داخل هذه الفئات اللي قاعد نشوف من خلالها الغيام بأعمال الكثير ما يحبها أكيد كلنا احنا كوننا كبشر هني وكمواطنين. قبل كل شيء نخاف على أمننا وأمن بلدنا، وراح نكون كلنا إن شاء الله سوية إيد في إيد، طائفية غبلية كلنا مع بعض إن شاء الله، من كبيرنا لصغيرنا. والاحترام لازم يكون موجود مثل ما قال الدكتور، لازم تفدي الدكتور على نقول أي شخص أنت تشوفه كونه دكتور أو غير، لكن كبير بالسن تحترمه، والاحترام هذا واجب. الكبير يحترم الصغير والصغير أيضا يحترم الكبير. هذا كان كل شيء اليوم في حلقتنا، نتمنى تكونون استمتعتوا ويانا. عندك موهبة، فكرة، مبادرة، فعالية شبابية، برنامج شباب قول وفعل راح يكون مكانكم، متواجدين معنا، راح نتشرف فيكم ونتناقش معكم في أفكاركم. خلكم معنا إن شاء الله في حلقة جديدة، نشوفكم على خير، فما الله.